اي لا هو تقريبا هذه قصائد كانت من ال 91 لغايه 2003، كانت توثيقيه لمرحله من صراع الكويت مع العراق ومع ايضا دول الضد ومع كثير من الناس اللي كانت، فكنا في تلك الفتره ندافع عن الكويت. اي نعم، ففي العديد من القصائد. يا ريت تسمعنا قصيده قبل أن ننتقل لأخونا أبو فيصل. إن شاء الله اسمحوا لي، لأن قديمة القصائد بعضها لها 20 سنة. قديمة أحسن ترى في الفترة، فما إحنا حافظينها فنقراها من فيقول: بسم الله الرحمن، رب فارض صوم قيام، لا والله هلا تو نادى القافية شيطانها، يعني كذا ولا كذا ولا كذا ما به منام، هيا تولم للبيوت اللي تشوق ألحانها، ما للقصيدة غير شاعرها ليا شد الحزام، وسس حجر مبنى قواعدها على سيسانها، ما هي طلاسم مدعين الشعر من شرق وشام، تبدأ بشرار النار والنار انقدح صوانها، 2 أغسطس لا نسيته قلت للدنيا سلام، والغيت حبي للديار وقلت يا سكانها، ما عاد به غيرة ولا نخوة ولا كلمة ملام، والهجن نحسبها بوقت الضيق مع هجانها، يوم من الأيام ضاع الصوت في وسط الزحام، والجار والجيرة لواها طاح في ميدانها، يضحك طرب وجه الغدر في صفحة الطرس الحرام، ذكرى بتوقيع النفوس المغرمة بجنانها، جو يتبعون الوهم معميهم هواهم والهيام، يرجون عذرا دونها حجيرها واخوانها، يقودهم لقبورهم قايدهم بقيد النعام، يبغى يجدد حزن قوم ما تغيب احزانها، ولو هو يجي لا ما يجي للثعلب الزهري سنام، حكمة ولي العرش حكمة ما تضيع اركانها، يا ابو جهل كلك جهل لو هو زعل عمرو هشام، الخارطة ورسومها لا تستهين بشانها، اللعب بالتاريخ والجغرافيا دونه تنام، واخر مسافات المسافة ماسكين اعنانها، لو تنجب الغفلة على غفلة لكم 100 غلام، نسل البلا يا اهل البلا وسط المهاد اكفانها، كثرة تمني جاه نور الصبح جلاي الظلام، لين الهقاوي مات من جرح لسان لسانها، واللي ضحك بلوله ضحكه بدا ما هو تمام، مدام باخر رحلته صبحة تهل أعيانها، ترجم غلط والجهل لا يمكن يسوي له نظام، واليا نسى هم الهزايم ما نسى عنوانها، هذا وهي لو هي نهاية يا قليلين الختام، كل البلاد محصنة بحصونها وحصانها. صح لسانك، صح لسانك. اللعب في التاريخ، اللعب بالتاريخ والجغرافيا دونه تنام. نعم نعم، للأسف احنا لقينا البعض يحاول يلعب بالتاريخ من 2008 تاريخ الكويت، ويحاول يصور ان احد شرائح المجتمع ما لها دور، وهذا يعني يمكن يخلي القصيدة معنى حتى حديث. نبي نسبة يعني أنا يعني أنت كنت أسولف معاك وقلت لي عن قصيدة لما كان في محاولة لي يعني ترطيب العلاقات بين عراق صدام حسين وبين الكويت في فترة من الفترات، أو شيء شبيه بالاعتذار من قبل العراق، وكان لك قصيدة في هذا الموضوع. أي نعم صحيح، ممكن تسمعنا؟ أي نعم، هذا كان بعث صدام اعتذار ولكن عذر أقبح من ذنب. نعم، ديسمبر 2002 ديسمبر 2002 قبل دخول قوات التحالف للعراق. فقلت بعد، طبعا رفضت أنا هذا البيان أو الاعتذار، هذا مرفوض. فقلت بعد جانا بيان من العراق مصدره صدام، باسم طابوره الخامس يصير الهابي إرهابي، على الظالم نقول الله أكبر والوعد قدام، ليا منه رفع راسه يرده راس مشعابي، ألا بسم الله الرحمن أسمي وامر الأقلام، وسجل للزمن كل الحقايق واكتب كتابي، وشد حزام راسي بالحزام الوافية الصمصام، وقيس العلم بقياس العقول ويكمل انصابي، ووجه يمة المحراب عن عبادة الأصنام، وأنا بصام له معروف ميقافي ومحرابي،
ولا قبل راي راع النمنمة ومعامل النمام ليا شفت الغلط وأهل المغالط مضبط أعصابي بلانا وابتلانا ريس الأقزام ولا زلام يدربي يمنا دولابه المنهار ويبابي يحسبنا على خبره نعده حامي الإسلام بعد كنا نعده راعي الطولات وعرابي خدعنا وانخدعنا له بحكم الدين والأرحام نقول إنا على ما قيل بين إخوان وقرابي ولكننا بعد ذقنا مرار الغدر والإجرام بعد ليل ومنا فيه واستامن وجاحابي صحينا وانتهينا من سبات النوم والأحلام عرفنا ملتك يا بن سلول وقلبك الصابي عرفناك وعرفنا حظنا لو ضام لو ضيم ما ينضام يعز هوالي القدرة على رغم فلذنابي تداركنا خطانا لو خطانا ما عليه انلام وعززنا صفوف العز من عصمان الأشنابي ورتبنا لك الخطة وعوكسنا لك الأيام وحددنا لك الساعة على ميقات وحسابي حرقنا فيلمك اللي به تمثل به على الإعلام وعود وجهك الهابي كما كنت وبقى هابي تثارينا وردينا عليك العام عشر عوام وسددنا لك الصفعة بكف منها الأعطابي بعد هذا تزيد تعيد بالتهديد يا صدام عليكم الهزايم تلطم خدودك بقبقابي صح عززنا صفوف العز صح أنا الأشنابي وين أصوات الأشنابي التحالف الخليجي تدربي دولابك المنهار وتبان يعني الكلام هذا كان قبل سقوطه فانتشر بالضبط صحيح احنا راح نرجع معاكم ان شاء الله لكن بعد فاصل قصير اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود لاستكمال باقي الحديث مع اعزائنا المشاركين في هذا البرنامج كان لك يعني حتى قصائد حتى في احداث يعني شغلت الشارع لفترات معينه من ضمنها كان في مناسبه شهيره بين وزير الخارجيه الاسبق محمد صباح السالم وعزة الدوري موجود بس قبلها انا خليني امهد انا كنت طلبت منك اني السؤال في الحقيقه يعني طبعا الشيخ محمد صباح السالم يعني الان هو طبعا بعد سالفه التحويلات قدم استقالته بعد اثاره هذه القضيه وهو الان عضو في لجنتين يسمونهم في الامم المتحده حكماء يعني الحكماء اللجنه الثانيه اللي تو تم قبوله فيها يعني مسؤول عن النظر في مستقبل الأمم المتحدة وتقديم توصيات يعني وهذا شرف في الحقيقة ليس فقط للكويت بل حتى للأمة العربية وأنا أقول يمكن لأول مرة أنا أعتقد أن هذه الاختيار الثاني قد يكون بداية لترشيح عربي للشيخ محمد صباح السالم أنه يكون الأمين أو مرشح ليكون أمين العام للأمم المتحدة خصوصا أن الآن آسيا أخذت دورها وأفريقيا أخذت دورها وحان الوقت لاختيار مرشح أو على الأقل أن يكون مرشح من منطقة الشرق الأوسط لذلك الخبر هذا أنا لما المعد حط السؤال هذا يعني كانت فرصة أن نشيد بكفاءة كويتية يعني من الأسرة الحاكمة خريج جامعة هارفارد وإنسان يعني بالاقتصاد والسياسة الخارجية له باع طويل ويمكن الميكروفون في الحادثة اللي أشار لها زميل محمد الدوسري ما ساعده يعني احنا سمعنا بس صوت عزة الدوري لكن اللي تابع المؤتمر وأنا بذكرها للتاريخ أن أمير دولة قطر أعطى الكلمة لعزة الدوري في مؤتمر القمة الإسلامي اللي سبق 2002 قبيل الحرب على العراق نعم. لما تكلم عزة الدوري تكلم بإساءات متعددة للكويت وكان وقتها الشيخ صباح الحمد الأمير الكويت الحالي كان حاضر وكان يبتسم وكانت ابتسامته يعني هذا يسب والشيخ صباح كان يبتسم وقتها كان الشيخ صباح وزير خارجية كان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقام الشيخ محمد واعترض بكلام مسموع داخل المؤتمر على عزة الدوري اللي صار بعدين شنو أن عزة الدوري تكلم فقط 6 دقائق من الكلمة بعد ذلك الشيخ أمير دولة قطر أعطى الكلمة لمتحدث آخر نعم. والحادثة هذه يعني استطاع فيها الشيخ
محمد صباح سالم انه يوقف عزة الدوري في مؤتمر قمة كان مهم انه يكمل كلامه، لذلك انت كتبت قصيدة ابو مشان. لا شك ابو محمد، الشيخ محمد صباح السالم يعني احنا كان الموقف هذا قمة يعني في الشجاعة، انه لا يسكت عن هضم حق الكويت في محفل كمحفل المؤتمر الإسلامي، واي رجل يقوم في موقف شجاع يجب ان تجسد هذا الموقف بعيدا عن شخصه، انا لا اتكلم عن شخصه، وان كان هو في وزارة الخارجية عندما قدم استقالته أيضا موقف شجاع. صحيح أن احنا متطرفين حيل ونعتب أنه لا يلحق الاستقالة أيضا، تعال وبين جميع المعلومات الخافية عن الشعب، هو لم يقم فيها. لا هو حضر اللجنة على فكرة، للتاريخ هو حضر اللجنة، وأدلى أنا أتكلم بما أعلمه. ما لا حتى فوجئ يعني، حتى أنا سمعت أنه فوجئ. فأنا استثارني يعني هذا الموقف، وكان عزة الدوري أيضا بذيء والعن ابوها الشنب وكذا كعادته طبعا وعادته، فقلت بقمه المؤتمر واللي يصير هناك ردنا حاضر وتصريحنا فوري، ندحم الباب ما ندخل مع الشباك، نعلن اعلامنا وبصوت جاهوري، ما علينا من اهل الشك والارباك، شله خضير وصدقان خضوري، طغمة الشر والتنصير والإشراك، ليلها معتم ومظلم وديجوري، إن ويناهم بنية فنا وهلاك، نقمع الاشتراكي ويخس الثوري، وإن بدينا بهم راحوا كما الأسماك، نقنص الطارفة ونوجه الهوري، وانت يا نايب المنهار ما ننساك، لعن أبوها الشنب يا عزة الدوري، وانت يا نايب المنهار ما ننساك، لعن ابوها الشنب يا عزة الدوري، ضيع الله رجاك وضعت في ممشاك، تقبل الضيم والتنكيل مجبوري، كل من جاك غازي ما تفك حماك، ترضخ الحكم خصمك تقتنع فوري، ديرتك تحت حكم الفرس والأتراك، ضاعت عراقك وحكمك لها صوري. سلامتكم. هذا بالنسبة للحادثة هذه. أنا والله كانت فيه عندي رسالة تتعلق بالأسرى والشهداء، هي ما تتعلق ولا تتطرق لهم مباشرة، ولكنها في هذا الفلك تسبح، وهي عندما اتخذ القرار في الغزو الأمريكي على العراق. الناس يسمونه تحرير شأنهم، أنا لا يعنيني أني أكون في دور رئيسي في الغزو على العراق، أنا لا أرى في ذلك، أنا أرى أن العراق ظلمت، الكويت من العراق وظلم شعبي من العراق، وأنا ضد العراق في جوانب كثيرة، ولكن أني أساعد في الدخول العراق هذا كان، فوجهت رسالة للحكومة، وجهت أن اهتماماتها يجب أن تكون في تحرير الأسرى، في هذا ليس لها شأن في اهتمامات الكويت اللي الحقيقية. فقلت يا حكومتنا الرشيدة من يد التقصير حذرة، الشعوب البايدة بهمالهم ربي نكبهم، والقدر جاري وله في سائر الأحوال مجرى، والأمور الدور فوق اللي يبى يغضي هدبهم، والجروح الطيب وجروح الندم ما عاد تبرى، تحكي الأيام سيرة من تولاهم طربهم، من قرى التاريخ بأحداث الزمن يكتب ويقرأ، يتعظ والموعظة للواثقين أول سببهم، اصحوا الفرعون والقارون والقيصر وكسرى، كيف تبسيط الخطر من فايل الدنيا شطبهم، غادروا ما غير ذكرى فاشلة يا وي ذكرى، صاروا الضرب المثل واسوأ مثل فيهم ضربهم، والليالى الخرمسية ما بها للناس مسرى، المساري بالغداري ضيعة الناس وعطبهم، والهقاوي بالمحاري ضعف والمستقبل أحرى، والتمادي بالجهالة سلم من ربي حجبهم، قلتها وأقولها من وحي حرصي وانتو مدرى، يا رجال ربنا بالهامه رشده وهبهم، احملوا واستحملوها تركة بالحيل كبرى، الرجال تقوم
يوم إن الشعب لمره ندبهم لا تطوف الأولة والثانية والطوف الأخرى ثم نصبح مثل قوم جان شبهم من صخبهم المهم ترسمون حدودنا ونفك الأسرى والعراقي والمريكي نارهم تاكل حطبهم نارهم تاكل حطبهم هو صح المريح بهالقصيدة أن الرقيب في وزارة الإعلام اللي يراقب برنامج الكلام الحر ويحيدنا على طول نيابة العامة ما راح يفقه في هالقصيدة اللي بعد 10 سنين الله يوفقه نعم أخ أنا بس هو على فكرة واضح أنا عندي سؤال مهم